فريق باستورز يتمنى لكم رمضان مبارك. اجتمع طاقم دمولولية في مأدبة إفطار وهذا لتوديع الحلقة الأخيرة من دمولولية والتي شهدت مفاجآت عديدة. جينا السلام عليكم. بونسوار. تعرف شنو هاد الكالم خاوتي؟ خواسي وطوب كالم. بيبي بصحة فطوركم اليوم دمولولية راح عرضونا الفطور اللي انا ما جيتش ليه، جيت غوطا وباش نشوفوا الحلقه الاخيره كاع كيف كيف. وراني فريزي من الصباح وانا نستنى فيكم. هذا وين جو وانت يا هذا وين عزوز زينت تاع توحشتك يا ماما، توحشتك يا عزوز تاع زينة، توحشتك. ولا الغاشي كم لعيط لي عزوز واش عليه؟ لا جات شابة عزوز وراك هذا ماشي مات. اليوم فطور جينيرال تاع كاع ليكيب تاع دمولولية، كاع سواء لي زاكتور ولا ليكيب تكنيك اي لي جورناليست، اون اي توس لا لا فري فامي. هاي ما بيل مير، ها مون بو بير، بون هذه صاحبتي، هاو بروديكتور لهنا، هاو رياليزاتور قدام، هانا كاع لهنايا. شغل كله انسبيراسيون. او يو روك ات. اوكي سمعوني كاع فريمون حسيت كاين عمق اك حشمه. دوكا سي سور بلي هاتو كاش حاجه جيبونا ديروا لنا حطوا الموز في دار الزيت. دوكا انا قطعنا نخليوها ولا ما ناكلوش؟ استني قطعناها. لا حناكلو. راكي هنا ولا تنساني لعرض اعلاناتكم على باخه باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.